أنا مصدق الدكتور محمد محسوب لم يصنع 11 فبراير إلا الشعب وحده، قرر فخرج فأسقط ديكتاتورا لم يتخيل أحد سقوطه، وهو اليوم قادر على أن يعطي درسا جديدا بمجرد عودة النفس الواحد والصوت الواحد. فلا يصدق أحد أكاذيب من كان لا يجرؤ على النظر لمبارك بأنه خطط ودبر. فالشعب هو من حمل الجميع وحفظ الجميع يوم أن غاب الجميع. أنا مصدق الدكتور محمد محسوب وبتكلم بقول ده من مصدر من تجربة شفتها بعيني. شفت بعيني، محدش قال لي على رأي المرحوم الأستاذ محرم فؤاد. شفت بعيني، محدش قال لي. شفت والله قادة الجيش وقادة المؤسسة كلها، المؤسسات المصرية كلها، وحسني مبارك بيشخط فيهم كما انهم اطفال عنده. شفت حسني مبارك بيكلم رئيس الوزراء كان وقتها احمد نظيف بيشخط فيه. شفته وهو بينهي ويؤمر وامره مش في ثانيه بيحصل، في ثانيه بيحصل. شفته وهو بيكسر كلام رئيس الوزراء احمد نظيف في اتفاق دولي مع اليونسكو. اليونسكو يقول المتحف يتعمل في 5 سنين، حسني مبارك هو واقف قال انا قلت 3 سنين، لا سوري سنة ونص. محدش فتح بقه ولا حد قال له اليونسكو يا ريس ده اتفاقية دولية، مش حد فتح بقه. شفته وبيقول لموا الزفت الكاميرات دي، في الثانية كان المكان ابيض. شفته وبيقول نادولي طنطاوي، فين طنطاوي؟ طنطاوي بيجري لوحده وايده والله 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 وقسم اتحاسب عليهم القيام، بايده بتعمل كده قدام عيني. ايوه يا ريس، ايوه يا ريس. فدول ما يعملوش دلوقتي ابطال، دول ما عملوش حاجه ولا خططوا ولا دبروا، الشعب هو اللي عمل ده. دول مكانهم لو ما كانش رضي عليهم حسني مبارك، لو كان رضي عليهم حسني مبارك قصدي كان مكانهم كده. السيسي ده كان واحد من الناس هيبقى محافظ بني سويف زي ما قال الاستاذ عبد العليم داود في القصه دي. وكانت هي طليعة ثورة 25 يناير التي أتت بك رئيسا للجمهورية، ولو لم تكن ثورة 25 يناير لكان كلمتكم زمان يحلم اليمين أمام جمال مبارك محافظا لبني سويف أو رب الشيخ. شفت بعيني جمال مبارك وعملته، شفته بعيني وهو بيوقف شنبات. اوعى تصدق، شنبات عسكريه وشنبات شرطيه داخليه. شفت بعيني جمال مبارك ده، محدش يقف قدامه، محدش بيقف قدامه بجد زي ما قال عبد العليم داود. محدش يعمل النهارده ذكر، الشعب هو الذكر. اما اللي عامل فيها ذكر عليكم ده، فده كان مستواه اهو. شايف مستواه واقف فين؟ شايف واقف قاصص ضوافره، مسرح شعره، راضي عليا يا فندم، راضي عليا حضرتك، انا واقف اهو، انا لازق في الحيطه. ايوه يا فندم انا اللي واقف ورا. شايف؟ على فكره دول كلهم انا يعني بعتذر مش موجودين. ده رئيس جهاز الرياضه، ده عادل لبيب، ودول فريق كره السله بتاع الاتحاد او بتاع اسكندريه. شوفوا واقف ازاي؟ شايف الوقفه؟ كان حالق في الوحده العسكريه في مصطفى كامل ببلاش، والراجل جايب له وشه وحواجبه بالفتله على عاده الارياف، واخواننا في الارياف، ووشه كان شبه الكره الصغيره اللي بيشتهي العيل في العيد. ده مستواه حتى في العسكريه. شايف هو فين في العسكريه؟ ورا العمود. بص قاعد ازاي؟ كل اللي بيفكر فيه الغداء، الواد جاب الاكل من الميز ولا لا؟ العيال عايزين ياكلوا. ده اللي بيفكر فيه، شايف وشه عامل ازاي؟ الناصح النبيه اللي عامل فيها ذكي. وادي الست قاعده اهي قدام وهو قاعد عمال يبص لها، عمال يقول يا اتمنى اسلم عليها. ده مستواه مع ملازم اول اهو في الجيش الامريكي. ده مستواه على فكره. لا 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 لا، هات الصوره تاني يا علي، هات الصوره تاني يا علي. ده بص الوادي الامريكي ملازم اول، بص السيسي كان حاطط كام رتبه، كان حاطط كام نجمه. بص ده مستواه اهو، شوف اهو. شوف السيسي كان حاطط كام نجمه، 3 نجوم ونسر، 3 ونسر يعني عميد تقريبا او عقيد. بص الضابط ده صغير، ده نجمتين بس. بص خد ايه، حته ميداليه تعملها في اخر شارع جمهوريه ناحيه رمسيس، تروح للشركات دي او في عابدين بيعملوا برضو الميداليات يعني.
عادي جدا، ده مستواه. البنطلون لحد تحت الحجاب الحاجز ده مستواه اهو، اهو ايام الكحرتة ده مستواه الذكر بتاعكم اللي كان عامل فيها او اللي عامل فيها دلوقتي، ان ربنا خلقني كده. بص بقى قدام، انا بس عايزك تبص على الصوره دي. بص طنطاوي، بص الراجل اللي جنبه، اللي هو اللي جنبه واقف ازاي، الراجل الشايب ده مش قادر يبص حتى على التكريم، شايف ايده جنبه. بص اللي هو اللي جنبه التاني، بص دول كانوا اجبن من انهم يبصوا في عين طنطاوي، وطنطاوي اجبن من انه يبص في عين مبارك. شايف بقى السيسي اهو، ما تخيل سامي عنان، ده مستواه، ده مستواه. سيبك انت من الايه، من الباك يارد، انما عدي يعني، ده مستوى عبد الفتاح السيسي اللي عامل فيها، لا وصورته على السلم وهو طالع ورا الست في الاخر. انما صدق الحقيقه ابراهيم عيسى وهو كذوب، صدق لما قال اللي استفاد من ثوره يناير هو والسيسي. قبل كده مفيش حد استفاد من ثوره يناير على الاطلاق غير الرئيس عبد الفتاح السيسي وانا. انا قلت قبل كده مفيش حد استفاد من ثوره يناير على الاطلاق غير الرئيس عبد الفتاح السيسي وانا. لا يا ابراهيم، وناس بقت مذيعين، وناس بقوا مش عارف ايه، وناس بقوا كتاب، وعلي عبد العال بقى رئيس مجلس النواب، لا ناس كتيره، ناس كتيره كانت مكانها الحقيقي لو ان مبارك استمر، مكانها الحقيقي بالكتير بالكتير قوي في اي عشه في اي داهيه. لكن علي عبد العال العجلاتي بقى رئيسنا 590 عضو، 600 وحاجه عضو في البرلمان، كلهم كلهم ما حدش فيهم كان بيعدي من شارع القصر العيني مش يحلم انه يخش، واغلبهم كانوا بيسقطوا دورات قبل كده. النهارده بقوا اعضاء مجلس الشعب ونواب وبتاع، لا ناس كتير يا ابراهيم اللي استفادوا، ناس كتير جدا. لكن